اليوم لارا وعبودي خلصوا امتحانات، اليوم راح نروح، وين راح نروح؟ اليوم راح اخذ يوسف وعبودي للحلاق، لارا طبعا ما راح تروح. بس اذا لحقنا اذا ضل وقت ان شاء الله نروح وراها المحل الالعاب. بس راح اخذ يوسف وعبودي للحلاق. عبودي شلون تري زين انت؟ عبودي راح نسوي له منه هيجي زين هذا، ويوسف ويوسف راح نروح ناخذه نزينه صفر. راح زين اقرا تعال. ما زينك اقرا؟ لا من الباب سوى حرفي منه. حرفك؟ اي ما يقبل الحلاق ما يصير. والله ما عليه. شنو؟ هسه راح نخلي لارا هنا بالبيت. هو انا علي زعلت. ها؟ هو انا علي زعلت. زعلت لانه ولد زينك اقرع. ليش مو زين اقرع؟ اقرع تطلع حلو راسك هيك هالكبرى. لارا بنروح المحل العاب تريدين فد لعبه معينه نجيب لك اياها ويانا؟ لا عادي جيب لنا لعبه ما تحد يكون نلعب فيها. وانتو؟ انا لعبه ما تحد يكون نختار. تختار لعبه؟ شو؟ اوكي يلا. هسه نروح على الحلاق وتشوفون شلون يحلق. هسه راح نروح على الحلاقين نشوف شلون يزينهم. اوه هسه جينا على الحلاق، هذا اسمه شلون زين؟ اقرا؟ لا انت عبودي اقرا؟ لا هذا لا كلش بتاخذ له منه، خليه يعني عالي بس عدى. شو في زين عبودي؟ زين ما صار طبعا؟ ها؟ هسه خلص يوسف الحلاقة. نعيما يوسف، هسه يوسف خلص حلاقة. واو حلوة حلاقة يوسف. هاي شوف روحك، شوف روحك بالكاميرا. شنو سمايكي؟ هسه عبودي قاعد يزين. انت مزين مثل يوسف؟ يسوي مثل ما يوسف. خلص عبودي حلاقه. نعيما عبودي عفوا. الله الله صلح له من مال يوسف. شو خلينا نشوف، هم يقولون من الاحلى. شوفوا علي هسه هذا شعر يوسف. الله هذا زيان عبودي وهذا زيان يوسف. خلينا نشوف ياها الاحلى، هم يقولون ما عليه. اوكي اوه هسه عبودي دا يصورنا، يوسف يريد يصور. اشترينا لعبه حلوه حلوه يوسف اللعبه. هسه ان شاء الله بنروح للبيت افتحها وشوفكم اياها. يلا ديو 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 بعد 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 شوية. وين انت؟ وين انت؟ هسه يوسف وعبودي غسلوا شعرهم وبدلوا، وهسه راح نفتح اللعبه. هاي اللعبه لارا ما التحدي مثل مارتي. هاي اللعبه طبعا ما صيد السمك مثل اللعبه اللي كانت عندنا، بس الفرق بين ذيك وهاي، هاي تخلالها ماي والكترونيه، شوفوا بها دقم يعني يتحرك السمك وتصيدوه، وطبعا بها لونين، هذا اللون وهذا اللون. احنا اخترنا هذا اللون، فهسه قاعدين نفتحها. يلا افتحوها افتحوها حتى نشغلها. حلوها. بعد شنو هاي؟ هاي الازقات مالتها، هاي شوفوا تشتغل منها. هسه نشوف شلون نشغلها. هذا السمك مالها اي، هاي شاحنه، شاحنه اتوقع. يلا هسه نشحنها ونشكلها، شوفوا تركيب كلها ونكملها ونرجع لكم. بس قبل ما نروح كم لايك تدون هالفيديو وصل؟ 50,000 لايك. انا اريد 100,000 لايك. وانا اريد 150,000 لايك. خلينا نشوف قد راح يقدرون يوصلوا. هسه راح نشدها ونرجع لهم. هسه شديناها وكملناها، شوفوا السمكات خليناها هنا. هسه ايش بقى عندنا احنا؟ بقى عندنا بس نخلي الماي. هسه راح نخلي الماي هنا حتى يقوم يسبح السمكات. هذا الماي، مستعدين تشوفوها شلون تشتغل؟ اوكي شوفوا طبعا هنا ماكو سمكات، خلينا نشغلها. 1 2 3. واو السمك ده يسبح. جرب يوسف جرب اللي ما سوى التحدي. شوفوا هاي السمكات ذيك تفتر، هاي تفتر هنا.
ما تقدر تصيدها. صاد واحدة عبودي. يلا يلا ابدا التحدي بدون. اللي يصيد اكثر واحد انطيه الف. يلا يلا يلا. واو شنو يا عبودي صاد ثلاثة؟ ثلاثة. صاد ثلاثة. هسا شو ما يصير. ما يصير ما يصير ما يصير. هسا رجيها رجيها لا لا ما يصير. بس واحدة؟ والله بس واحدة صايدها صدق. هاي الأباء علي شوف موسيقى ما بيها؟ شوف عبودي ايش قصاد راح يفوز عبودي. يا يوسف يصيد ثلاثة يصيد ثلاثة. آه لا ما يصير ما يصير وصلتها قبلك وصلتها قبلك عبودي. لا ما يصير. يلا خذها يوسف خذها خذها هسه راح نحسب. وقفوا وقفوا شوفوا هاي هسه راح ننزلهن شوفوا راح نفتح لنا الطريق. اللي يصيد الكبار كل وحدة تعادل ثلاث سمكات من هذا النيل. اوكي يلا هسه راح نفتح هذا السد خلي توخير راح نفتح السد منه شوفوا فتحنا له السد هسه راح يقوم ينزلين. اوه يلا يلا صيد 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 نزل تلف نزل تلف صيد اللف صيد الثاني ينصادم بني ينصادم يوسف ما راح تفوت. راح للخمسه اللي ما يصيد خلاص انتهى الوقت. واحد اثنين ثلاثة اوه اربعة خمسة اوكي هسه خلص الوقت هسه راح نحسبهن هسه هاي اللي صادهن يوسف واحد اثنين ثلاثه وهاي قلنا بثلاثه ايش قد؟ سته هسه راح نحسب مال عبودي يلا عبودي طلع مراته خلينا نحسبهن واو هاي مال عبودي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه وثلاثه عشره الجوله الاولى عبودي فاز بيها وهذا الف دينار للعبودي اللي فاز يلا يوسف خسر خسر هالمره بعدها ما يعرف لها ما تعرف لها يوسف يلا عدنا نعطيك لي هاك يوسف هذا حليف يوسف شغل لكم اياها طبعا خلينا هالمره عبودي منه ولارا منه يلا يوسف شغل لهم اياها شغل لهم اياها واحد اثنين ثلاثة انطلق انطلق السمك خلينا نشوف عبودي صاد واو عبودي محترف بها يلا خليها خليها هنا هسه عبودي صاد اثنين على الثالثة ولارا صادت اثنين على الثالثة اوه منافسة قوية فقط اخير اثنين راح يتحاربون على خيرة المنافسة قوية على كل سمكة اوه هسه راح نفتح المسار للسمكات الكبار واحد اثنين ثلاثة روح صادت واحدة لارا يلا يلا خليها خليها صيدي بعد صيدي اوه عبودي صار اثنين مو له واحدة واحدة ما الله يخليه يلا هي هاي الحاسمة الحاسمة هاي الحاسمة لحد ما نستمر المعركة خلينا نجيب له رئيس الله يخليك عبودي ليا صادت هلا صادت هلا مبروك هسه لارا فازت بالجولة الثانية وهذا ألف لارا مبروك يعني هسه كلكم انتم فايزين بس الوحيد اللي راح ياخذ 2000 عبودي بعد ألف إيه لأن يوسف خسر وراد ألف حتى ما يزعل عجبتكم اللعبة؟ إيه إذا لين وصلنا نهاية الفيديو؟ لا تنسى أوه